بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأساتذة الكرام، الشعراء الأدباء الأفاضل، الإعلاميون والأخوة الفنانون، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه شغف الفن، نعم إنه الفن، ما جامع نخبة من المصورين المبدعين تحت سقف واحد ليمتعوا أبصارنا ببصيرتهم الفنية الرائعة التي تسطر لنا في هذه الليلة معرضاً يضم 72 عملاً فوتوغرافياً لستة فنانين بقالب تجارب فنية تحكي قصصاً وحكايا عن الإنسان الآيل للنسيان، حيث يرتحل بنا الفنان عبد الإله آل مطر بكل حواسه إلى طقوس الاحتفال بحج المسيح بما فيها من وعود وأمنيات. لذلك نجده منهمًا في توصيف إشاراتها الثقافية التي تطال هويتها الروحية والمكانية، بينما يتجه الفنان هاشم آل طويلب إلى التركيز على التعابير في وجوه الفيتناميين وقبائل الهامونج، مستفيدًا من قوة الضوء في ترسيم الإيحاءات الجمالية التي تهبها وضعيات الشخوص ضمن إطار الصورة. وبذات الحس يراهن الفنان أشرف الأحمد على البورتريه في كتابة سرديات المكان، وهو يستدرجنا للتعرف على الناس في أقاليم الهند، وجوه تتفوق على صمتها وهي تنظر إلى العدسة مباشرة، في قصدية واضحة من الأحمد للاستثمار في غموضها لتوسيع فضاء الاحتمالات حولها. في المقابل تبدو بورتريهات الفنان نديم آل سويمل المأخوذة من كمبوديا وفيتنام وبنغلاديش أكثر درامية في أحاديتها اللونية التي تعيدنا إلى جوهر بناء الصورة ودلالاتها، حيث الصورة تعبر عن مكنونها من دون زخرف لوني. الفنان مهدي العوة هو الآخر يتكئ على الأبيض والأسود في تأويل أوجاع الوجوه التي تهمس لنا بطرقات العمر الطويلة، يعبر إلى أسرار هذا المزيج اللوني المحايد من هذا الجدل بين الاثنين في إيحاءات الرسم بالفحم التي تهندس العلاقة بين الظل والضوء في حدود الصورة. ولأنها الصورة سفر، أي أنها سفر في المكان والزمان، يختار الفنان بدر المحروس أن يلوح لنا بأشواق المسافرين عبر محطات القطار في العراق، مستفيداً من لعبة التأطير لاستيهام لعبة القص. حفلنا البهيج، إن أول ما نستفتح به ليلتنا هذه آيات من الذكر الحكيم يشنف أسماعنا بتلاوتها الأستاذ المقرئ علي الحماد عضو فرقة المجتبى القرآنية بالقطيف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ف
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحزني تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذر للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً
وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد طلابي طيبين ما شاء الله عليكم نشاط من الصباح السلام عليكم صباحكم جميل صباحكم عسل مع السلامة أحسنت يا أبا حسن وطيب الله أنفاسك على هذه التلاوة العطرة وجعلها الله في ميزان أعمالك نذكر الحفل الكريم أن المعرض سيصاحبه أنشطة وفعاليات
رجالية ونسائية، وأول هذه الفعاليات ستكون ليلة الغد في محاضرتين للفنانين يوسف المسعود وعبد الله السعيد بعنوان كما تجدر الإشارة إلى أنه سيكون هناك توزيع لكوبونات خصم مقدمة من صالون همسة بيوتي داخل صالة المعرض، بالإضافة إلى سحب على 10 كوبونات في فعالية النساء بقيمة 100 ريال لكل كوبون. لكل مشروع أهداف، ومن ضمن أهداف معرض رؤيتي أن يكون انطلاقة لاستمرار المعارض الفوتوغرافية المشتركة بأفكار وأسماء جديدة. نشأت فكرة هذا المعرض منذ 2 عام، ولكنها تبلورت مع بداية هذا العام، حيث اجتمع المشاركون للبدء بالعمل الجاد في إيجاد هذه الليلة الفنية التي انتظروها بفارغ الصبر ليحتفلوا بمعرضهم الرائع هذه الليلة. ومع تفصيل لذلك وكلمة المشاركين، ينوب عنهم الفنان الأستاذ مهدي العوة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال أن الأفكار تحدد رؤيتك، أن أفكارك تحدد رؤيتك، أنت تختار ما تريد أن تراه. يطيب لنا أعزائنا الحضور تعريفكم بهذا المعرض الفوتوغرافي المشترك الذي يضم 6 من المصورين الذين سعوا خلال فترة ليست بالقصيرة من العمل لإنجاز وإنجاح هذا المعرض بما يحتويه من أعمال فوتوغرافية وأنشطة متنوعة تثري المتلقين والزائرين، وليطلق على هذا المعرض رؤيتي. رؤيتي هي رسالة مختلفة ومتنوعة بست نكهات، لأنها من بقاع مختلفة مترامية الأطراف من هذه المعمورة، بل أنها من أصناف شتى وديانات وثقافات متنوعة. رؤيتي هي رسالة، هي رسالة الإنسانية، هي رسالة التواصل، هي رسالة الحب، هي رسالة من الرسالة الخالدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. نتمنى أن تكون رؤيتنا إثراء للحركة الفنية والفوتوغرافية في المنطقة بشكل عام وبالقطيف بشكل خاص، وأن يكون هذا المعرض دافعاً لبقية الفنانين والفنانات للعمل على معارض خاصة أو مشتركة تحمل في طياتها تجارب خلاقة ورؤى جديدة. ختاماً، نتقدم بالشكر الجزيل للراعي الرئيسي السادة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام الذين دعموا هذا المشروع من بدايته، كما نتقدم بالشكر الجزيل للداعمين أفراداً أو مؤسسات، كما ونشكر جميع الكوادر الذين بذلوا كل الجهد في سبيل إقامة هذا المعرض، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لكل خير وصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً يا مهدي، ولجميع المشاركين في معرض رؤيتي على هذه الكلمات الجميلة والمشجعة لبقية الفنانين والفنانات للعمل على معارض قادمة تثري الوسط الفوتوغرافي.
وهنا كذلك نذكر الفنانين بفعاليات يوم الاثنين القادم، حيث ستكون هناك ثلاث محاضرات للفنان فيصل هجول بعنوان ذوات الريش، وللفنان فتحي آل درويش بعنوان خطوات لمشروع ناجح، والفنان علي الأمرد بعنوان بصمة فوتوغرافية كيف تكون ضوءا ناجحا. وللمعلومية، هذه المحاضرات ستكون عبارة عن طرح تجارب لمصورين مميزين في مجالات متخصصة مختصرة ومفيدة، حيث تستغرق كل محاضرة نصف ساعة فقط. وأما الآن مع كلمة مفتتح معرض رؤيتي الشاعر الأستاذ باسم العيثان، عضو مؤسس وعضو مجلس الإدارة ورئيس سابق لملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان من المفترض وقوف أن يقف هذا الموقف الأستاذ زكي السالم رئيس ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام الحالي، ولكن يبلغكم تحياته وسلامه، فهو في مشوار آخر كي يكون الملتقى فيه أيضاً حاضراً في خارج البلد. ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام منذ أن تأسس كان هاجسه الأول الأخذ بيد الكوادر الشابة المبدعة في هذا البلد المعطاء، وما قدمه ويقدمه لهذه الكوادر ما هو إلا إسناد ودعم هم بحاجة إليه، ولكن يراه الملتقى واجب عليه للتكامل بين المؤسسات الاجتماعية جميعا. الصورة بيد أو في عدسة المصور لا تقل، أو بل قد تكون أكثر تجسيداً من القصيدة ومن البيت الشعري. فالصورة في العدسة تحمل وتختزل كثيراً من أحاسيس ومشاعر الإنسان في تلك اللقطة، لقطة الحياة اللي هي موجودة، وكذلك تحتوي على مساحات شاسعة للتأويل. الشباب المبدع، ومن خلال ما قدمه الأستاذ باسم أيضاً لرؤيتي وللشباب الذي قدم في رؤيتي هذه الصور أو الأعمال، يتضح لنا أن ما تختزله الصورة أو ما تستطيع الوصول إليه الصورة قد يعجز الكثير من عندنا أن يوصله. الصورة لا تحتاج إلى ترجمة، لا تحتاج إلى إعادة صياغة، الصورة تحتاج إلى تلقي واعي لكي تفهم رسالة المصور. نشكر كثيراً هذه الجهود، والملتقى ما فعله إلا ما أملى عليه واجبه إن شاء الله، ومعاً وسوية إن شاء الله إلى أكثر إبداع وإلى أكثر نجاحات لهذه المعارض وأمثالها في خدمة المجتمع وأفراد المجتمع. شكرا لحضوركم، شكرا للشباب. كل الشكر للشاعر الأستاذ باسم العيثان على هذه الكلمات الرائعة، والتي تبعث على الحماس والجدية في العمل والرقي بالفن الفوتوغرافي والفن بشكل عام. بقي التذكير بفعاليتين مصاحبتين للمعرض. الأولى يوم الخميس القادم، حيث ستكون هناك محاضرتين للفنان السيد أثير السادة بعنوان الصورة الفوتوغرافية والجماليات البديلة، وللشاعر الفنان حبيب علي المعاتيق
بعنوان نحو عمل حي. والليلة الأخيرة ستكون الفعالية خاصة بالنساء فقط، حيث ستكون هناك محاضرتين للفنانة فاطمة إبراهيم المرهون بعنوان حياة مختلفة، والفنانة ساجد العصفور بعنوان ما بين الحرية والتحدي. فمرحبا بكم جميعا في هذه الفعاليات التي تم اختيارها بعناية من قبل المشاركين في المعرض لإثرائنا بالمعلومات والتجارب القيمة. وأخيرا وليس آخرا، لا بد لنا وأن نشكر ونكرم من وقف خلف نجاح هذا المعرض من داعمين ومساندين، فليتفضل المشاركون على المسرح لتكريمهم. تفضلوا يا شباب. نبدأ بتكريم فرقة المجتبى القرآنية ويمثلها المقرأ علي الحماد. ننتقل إلى الداعمون، ومع الداعم الرئيسي للمعرض ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام، ويمثله الشاعر الأستاذ باسم العيثان. تفضل. مقهى جرين سيتس، ويمثله الأستاذ مصطفى الرميح. صالون همسة بيوتي، ويمثلهم الأستاذ حسين المعاتيق. فن بلانت، ويمثلهم الأستاذ عبد العظيم آل طويلب. اي ديزاين، ويمثلهم الفنان علي البحار. بالإضافة إلى جلاس ماستر وفريق حياة. الداعمين الإعلاميين: القطيف اليوم، ويمثلهم الأستاذ خالد السنان. خليج سيهات، ويمثلهم الأستاذ عبد الواحد المحفوظ.
جهينة الإخبارية ويمثلهم الأستاذ جمال الناصر. كما لا ننسى أن نقدم شكراً خاصاً لكل من شبكة أنا أحبك القطيف على مشاركتها الإعلامية الرائعة ويمثلها السيد منير السيد طالب العوامي. وشكر خاص أيضاً للفنان التشكيلي المبدع الأستاذ علي الجشي. تفضل أستاذ علي. وكذلك شكر خاص لقناة سيهات الإخبارية ويمثلها الفنان علي العباس. موجود علي؟ والآن حان وقت المتعة البصرية، ولكن قبل التوجه إلى الصالة لافتتاح المعرض هناك صورة جماعية مع الداعمين، وبعد ذلك صورة جماعية مع الحضور. قبل ذلك في هدية إلى الداعم الرئيسي ملتقى ابن المقرب، أحد الصور من المعرض مطبوعة بشكل بحجم كبير. صورة جماعية مع جميع الداعمين. هلا هلا، حياك الله. الأخبار شلونكم؟ حياكم الله. تفضل تفضل، روح هنا. وشكراً جميعاً على الحضور، نتوجه الآن إلى الصالة.